الكتب المستعملة عن مقال نشر في صحيفة البيان بعنوان الكتاب المستعمل تدوير معرفي وبيئي بتصرف. الكتاب المستعمل لا يمثل فقط أحد مصادر التنوع والثراء الثقافي المعرفي في المجتمع، بل والثراء الاقتصادي والصحة البيئية، فهو لا يحقق مردوداً ثقافياً فقط أو إعادة تدوير تعنى بالمعرفة، بل وتمثل كذلك عملية تدوير بيئي أيضاً، وميزتها الأساسية أنها تتم دون الحاجة إلى عمليات تصنيعية. فإنتاج طن واحد من الورق يحتاج إلى اجتثاث 17 شجرة، وتتطلب كل مرحلة من مراحل التصنيع استخدام كميات كبيرة من المياه، كما يستهلك تصنيع الورق أيضاً كميات هائلة من الطاقة. وتشير الإحصاءات إلى أن كل طن يعاد تدويره من الورق يساهم في إنقاذ 17 شجرة، وتوفير 380 غالون من الزيت، و 2.29 متر مكعب من النفايات، و 4000 كيلووات من الطاقة، و 7000 غالون من الماء. يمكنكم أن ترافقونا في جولة كاملة في سوق الكتب المستعملة الأكثر شهرة في إسطنبول في تقريرنا على القناة الثانية. نترك لكم الرابط في صندوق الوصف.